حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد، حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد، خير الزاد. أحدنا عندما يخشع في صلاته هذا الخشوع القلبي، من المفروض أن يظهر أثره على الجوارح في الصلاة مثلا. مضاة في خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نعم عون الدعاء الخشوع. ما الذي يجعلك تطيل في الدعاء؟ إذا رزقت قلبا خاشعا بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد. حديث القدسي: ما عرفني عبد وخشع لي إلا خشع له كل شيء. خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك علاقة وثيقة بين القلب والبدن. البدن، القلب عندما يخشع البدن يخضع. إنسان يعيش حالة الرهبة، حالة الخشوع، المحبة تجاه إنسان، هذا يظهر على ملامحه. هناك ارتباط غريب بين عالم الأرواح والأبدان. عندما يخجل أحدنا يصفر لونه، عندما يغضب يحمر وجهه. الآن البدن كيف علم أن هذا موضع الغضب؟ الغضب ليس في العروق، الغضب ليس في القلب، الغضب في النفس. ولكن هكذا الدم يتدفق بسرعة، يحمر وجه الإنسان، الدم يتراجع، يصفر وجه الإنسان. إذن من الذي أمر الأوعية بذلك؟ علمه عند الله عز وجل. الشاهد: أحدنا عندما يخشع في صلاته هذا الخشوع القلبي، من المفروض أن يظهر أثره على الجوارح في الصلاة مثلا، يعني تصبح هيئته هيئة خاشعة. من يصلي وهو يلتفت يمينا وشمالا، من يصلي وهو مثلا يلعب بشعر رأسه ولحيته، يحك بدنه، هذا الإنسان يبدو قلبه لم يخشع. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إجمالاً إخواني، هذه شكوى من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ليس هذا كلامنا. الخشوع قليل بين العباد، المصلون كثر في المسجد جماعة، حتى أهل قيام الليل، البعض قد يصلي الليل سنة كاملة جزاه الله خيرا، ولكن هل دمعت عينه في ليلة واحدة؟ لم يخشع. قام من فراشه تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
حضر الجمعة والجماعات ولكن بقلب غير خاشع. لهذا الرواية العتابية عن النبي الأعظم إن أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع، الأمانة في التعامل والخشوع في القلب. فدته نفوسنا يقول حتى لا تكاد ترى خاشعا. اذهب الحج في موسم الحج، كم حول الكعبة من الطائفين، انظر إلى وجوه القوم كم ترى باكيا. الآن عند باب الكعبة عند الحطيم ترى بعض الوجوه، ولكن في المطاف في المسعى في أرض عرفة في أرض مزدلفة أين الوجوه الباكية؟ لا ترى خشوعا إلا نادرا. إذن رواية النبي الأكرم رواية نجدها بالوجدان حتى لا تكاد ترى خاشعا. وهنا بين قوسين سريعين من نعم الله عز وجل على محبي أهل البيت أنه هذا البكاء تراه كثيرا في مشاهدهم. اذهب إلى كربلاء تحت قبة الحسين عليه السلام، لا ترى بكاء وإنما نحيبا، ترى بكاء عاليا. هذه من بركات وجودهم لأن حياتهم مقترنة بالمآسي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول نعم عون الدعاء الخشوع. ما الذي يجعلك تطيل في الدعاء إذا رزقت قلبا خاشعا؟ لهذا أحدنا يدعو يتململ، يقرأ أول دعاء كميل لا يريد أن يكمل، ولكن يصل إلى قول أمير المؤمنين إلهي وربي من لي غيرك تجري دمعته، عندئذ يستأنس بالمناجات يكمل. وكذا في دعاء أبي حمزة في ليالي شهر رمضان نعم عون الدعاء الخشوع. هناك عبارة واقعا مجملة مبهمة أنا وأمثالي لا أستوعبها، نقرأها لعل البعض يفهم شيئا. في رواية النبي في المعراج ما يسمى بأحاديث المعراج، جمعها المرحوم الديلمي في كتابه إرشاد القلوب، كتاب معبر. في الحديث القدسي ما عرفني عبد وخشع لي إلا خشع له كل شيء. ما معنى هذه الجملة؟ الآن قد تقول كيف يخشع الشيء للمؤمن؟ نحن لا نرى هذا المعنى. الجواب كل شيء يسبح بحمده. سمعت تسبيح الكائنات، كما الكائنات تسبح رب العالمين ولا نفقه تسبيحها، ما المانع أن نقول أن الشيء يخشع للمؤمن ولو لم نعلمه ذلك بالعيان؟ من روايات هذا الباب من الروايات العملية، الآن علمنا الخشوع، ما هي علامة الخشوع؟ أربعة عن النبي الأكرم: مراقبة الله في السر والعلانية، أن تبكي قليلا ثم تنشف دمعتك وتخرج خارج المسجد لتغتاب أو تنظر إلى الحرام، أي خشوع هذا؟ أول علامة مراقبة الله في السر والعلانية. والركوب الجميل، كلمة ركوب الجميل، وإنك لعلى خلق عظيم، تركب الجميل. النبي كأنه ركب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق. والتفكر ليوم القيامة، يأتينا بعض المؤمنين يقول في الخلوة بما نتفكر؟ بعد الصلاة في المسجد قبل النوم على البحر بما نفكر؟ فيما نفكر؟
في يوم القيامة، هب أنك الآن بعثت للحساب وقيل لك ماذا عندك، افتح يدك وحاسب نفسك، والمناجاة لله. أخيرا علامة الخشوع أن تناجي رب العزة والجلال. رواية أخيرة، ناجى الله عز وجل موسى عليه السلام. البعض يقرأ الدعاء بالتمتمة، نعم هكذا تتحرك شفته، هو لا يسمع صوته، وقد يقرأ الدعاء قراءة هكذا كأنه إخبار عن شيء. حاول أن ترقق صوتك عند الدعاء. الآن في الملأ العام في المسجد أمام الناس قد مثلا يأتيك الرياء، ولكن في جوف الليل حاول أن تقرأ الدعاء بصوت حزين. قال يا موسى، يعني خطاب لموسى، أسمعني لذاذة التوراة. رب العالمين يقول أنا ألتذ بالتوراة فكيف بالقرآن الكريم؟ أسمعني لذاذة التوراة بصوت خاشع حزين. لهذا انصافا بعض مقرئي القرآن، البعض منهم عندما يتلو القرآن يهتز وجودك. وسمعنا في مواقع التواصل هذه الأيام البعض أسلم عندما سمع تلاوة خاشعة للقرآن الكريم، اهتز وجوده. إذن سأل الله عز وجل أن يعطيك قلبا خاشعا وصوتا حزينا، هذا يعينك على الدعاء. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما. والفاتحة مع الصلاة. أنا المعاني.